ايه الاخبار؟ صباح الخير، عاملين ايه؟ دي مقدمة فلوج متصورة بعد ما الفلوج التاني اتصور بفترة، ولكن عشان كان فيه هدية جاتلي وما فتحتهاش ومالك ما فتحتهاش قدام الكاميرا لاني مكنتش فاضي ساعتها، فقلت نفتحها دلوقتي وبس. يلا بينا. الهدايا اللي جات لي دي جات لي من براند اسمها جولي، هي براند سكين كير خاصة بالنساء وكده، فكنت مستغرب في البداية، ولكن اكتشفت ان هم عندهم لاين للرجال العناية البشرة والشعر والاخر الامور دي كلها يعني. فالمهم هم بعتولي 3 منتجات، اول حاجة شامبو للشعر، وتاني حاجة كريم للشعر، تالت حاجة حمام كريم للشعر. ما شاء الله الكواليتي بتاعتهم، العبوات والباكجينج لطيف جدا، كواليتي كويسة، وزوجتي بتتعامل معاهم على طول وبتقولي ان هم كواليتي بتاعتهم محترمة يعني. ولكن انا هبقى اقول لكم تجربتي بعدها باسبوعين مثلا من الفيديو ده، بعد ما اجربهم هبقى ارجع اقول لكم الفيدباك بتاعي. والمعروف عنهم ان هم كل حاجة عندهم طبيعية 100%، فلو حبيت تجرب اي حاجة من المنتجات دي، سواء انت بنت او انت راجل يعني عايز شعرك او الاخر المرضي كلها، احط اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن، واستنوا الفيدباك بتاعي بعد اسبوعين كده ولا حاجه ان شاء الله. يلا بينا. جميله. بتقولي اللي ورا اللي هي لطيفه، نحاول نعمل حل الصوت ده يعني، كنا محتاجين شجره. انا حسيت ان انا محتاج شجره يعني. فضل المستعان. فجينا هنا المكان على حسب يعمل لنا خصم ولا لا، هقول اسمه يعني. فبس والنهارده يعني ابو بكر جاي لنا زياره لطيفه يعني معايا حضر، فمتحمس يعني. اول حاجه خلق السماوات والأرض. يلا بينا. ماذا نفعل الآن؟ حاليا بنشوف واحد اسمه أندرس هيم. ايوه ما شاء الله عليه، يعني في ليفل تاني خالص يعني طول. بالنسبة للإيديت وكده هو اليوتيوبر المفضل بالنسبة لي، بالنسبة لحوار الإيديت وكده ما شاء الله عليه. بس بينزل كل سنتين فيديو يعني، بقول لك مجازا يعني، بس بيقعد وقت كتير قوي معايا ينزل يعني، بس فيديوهاته كلها عظيمة. أوريك دلوقتي الراجل ده، أنا شايفه عظيم يعني، مش بقول عظيم مش في نقطة أنا باخد نفسه يعني. هو شخص ما أعرفش هو ملحد ولا ديانته إيه، ولكن أنا مرجع الدين طبعا، ولكن أنا بحاول أبص من ناحية التكنيكال، اللي هو شخص جامد جدا في مجال الإيديت. حاجة يعني حاجه نظيفه، واو يعني، واو. ده مش يوتيوبر فاهم يعني، ما تحسش ان هو يوتيوبر، ده واحد بيصنع افلام فاهم. ما ينفعش اقول يوتيوبر الصراحه. صح تشتمه فاهم يعني، بجد 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 هو حاجه كويسه جدا. فانا بتضايق جدا من، عايزين حاجه قويه جدا في نقطه دعوه لله، نستخدم الفيجوال ده في حاجه قويه، حاجه يعني الناس البعيده، الناس اللي مش في دماغها دين خالص تبص انها دي من حيث بس الفيديو جامد بصريا، فالموضوع هيفرق. حتى لو عندنا ناس تقيله في المجال، بس برضو ما فيش حد فكر ان هو يعني نعمل كده، ممكن يكون في جمدان بس ما فيش صرف، فبالتالي مش بيطلع يعني برضو بالحاجه الجامده دي. لا خلينا نقوم نصور ان شاء الله البودكاست اللطيف. انتظر. يلا بينا. بنتكلم في النقطه دي عشان نوضح للناس، انت بتاكل من حجمها، انت اهم حاجه عندك صحتك النفسيه، صحتك تاكل كويس تشرب كويس. فكر انا كنت بصحى اشوف انا هاكل ايه النهارده، انا عايز اكل ايه فاهم يعني فاهم. كنت بحاول يعني ساعتها كنت حاسس بضغط برضو، انا كنت عايز، انا بمناسبه المذاكره ايام ثانويه وكده، اول وثانيه ثانوي ما كنتش بذاكر طبعا. ثانيه ثانوي انا كنت متصور صوره كده، كان الناس الذين سوف يتم فصلهم من المدرسه، عشان ما كنتش بقى بروح يعني، عشان ما كنتش بروح، فكان اسمي كده محمود فوزي كده، وانا متصور تحتها يعني احطها هنا ان شاء الله. ف ما كنتش بروح يعني فاهم، كنت جايب 5 من 20 في الرياضه تقريبا او حاجه زي كده فاهم، ودخلت علم رياضه برضو ودخلت هندسه، فالموضوع ملوش علاقه. خلاص لسه مخلصين تصوير، معلش انت بعتني من تا 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 لسه مخلصين دلوقتي. لا لحظه هقول لك ده 3 ثواني. لا لسه مخلصين دلوقتي تصوير البودكاست الحمد لله، مستعجلين جدا عشان الشباب مستنيين عشان نفطر سوا، فيلا بينا. فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة الرابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. هلا 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 بالزين. مش ده نفس اللي في الصف يا حبيبي؟ انت زي جديد. ها ده محمد بدر شبانه خريج هندسه قسم الكهرباء السنه دي. اللهم بارك. بلدي من الناس المحترمه جدا استاذ محمد فوزي طبعا غني عن التعريف. حبيبي يا سهل ازيك عامل ايه؟ بس هو طبعا من انه مغرور وكده فهو مش لا 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 كده يعني هو مش مشهور زي ماشي الله المستعان. ومحمد ابو بكر المهم يا جماعة انتظروا الساخر الهادف على قناة حتة كده جزة شك خلاص حافظ جزة شك اللي هي جزة يدفع رجالة لا لا محدش جزة طب يا جماعة خلاصنا جزة شك جزة شك كم يا إبراهيم؟ 600 560 450 500 كم 1000 أغلبة يس 524 انا اعرف واحد. المهم يا جماعه والله يا جدعان انا عايز حاجه ابراهيم قبل ما نقفل عايز اقول بس ان احنا جوعنا جدا اتاخرت بصراحه والله يلا حصل انا عايز اتجوز هتتجوز يا ابراهيم طبعا جوازك بس انت خلاص حواراتك خلاص فرحت عليه خلاص ما صورتوش من زمان قوي مش ابراهيم لوحده لا يا اسطى خلاص الله مستعان هو كان الشباب هيتخرجوا الاول وعندنا شباب بيتجوزوا وهم بيدرسوا انا شباب بيتجوزوا وهم بيدرسوا فيخلصوا كليتهم ان شاء الله وهنجوزهم بيزنس مع تعالى ماشي فوزي ماشي فوزي بكره يجي يوم السنجل هو ايه السنجل ان شاء الله حبيبي يا ده يوم هنايا يوم هنايا حسام والله تمام والله عز وجل يعني ان هو ان شاء الله والله يا اخي دخلنا الجنه بس ان شاء الله يخش الجنه واجوزها في رجلي كبيره ان شاء الله 150 بس عارف كان نفسي اشتغل سواقه ساعه على الميكروباص فاهم الزرعه الزرعه كل واحد في مايه يعني يلا بينا الواحد اما يشوف الشباب دول انتوا جايبين البتاع السمات كده بنقول جبنه مفيده يا ابني اتكلم ايه صاحبي معلش بجد 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 كلمه في حق الشباب دول ما شاء الله عليهم يعني كلمه في حقهم يعني اتفضل نقطه الناس دي ما تشوفها اول حاجه افتكرها ربنا فاهم زكيني يا صاحبي يا اخي لو زكيني يا الله يا اخي الله يحفظك يا رجاله الله يحفظك يا رجاله نزور مريض ماشي وناخد اجر المريض خلاص بتاعت المريض بيبقى معاك 70000 ملك ملك فنروح نادي هناك ان احنا نتجوز يلا هتخمس دور محمود قمصان دايما كنت واقع مع الخلاق بعد ما ناكل يقول لك ايه من اكل طعاما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما او شرب شرابا ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه بعد كده قمصان ده الحديث قمصان يقول لك ايه يقول لك شوف بقى كلام ربنا ياكلك ويمتعك وتحمده ويغفر لك اللهم لك الحمد سلام الحوض قمصان وجميع اخوه الخلاق اقعد يا عم بقى طز جاي الساعه 8 ولد خف السياح يا اخي انا جاي لك من نجع حماد يا عم نهايه لطيفه لليوم وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية